دكتور احمد، دكتور اسامه، دكتور اسامه، كل دكاتره مصر، كل دكاتره مصر. اسمع السلام السلام السيد يا رئيس عماد. اول ما سمعتي الخبر كان رد فعلك ايه؟ كنت مصدومه وفرحانه، يعني مش مصدقه. الحمد لله. كنت متوقعه انك تكوني من الاوائل؟ لا بصراحه ما كانش حاجه متوقعه، يعني ما توقعتش ان انا ممكن اكون من اوائل المره. احكي لنا نظام يومي كان عامل ازاي. كنت بحاول ان انا اذاكر اللي ورايا اول باول، واللي باخده في الدرس اروح احل النهار اذاكره واحل عليه، وكده يبقى خلاص يعني تمام كده اتذاكر. مين اكتر حد دعمك وشجعك؟ بابا وماما واخواتي طبعا، يعني ومدرسين واصحابي كلهم، يعني كان ليهم دور كبير معايا. النهارده كنت في لقاء مع الوزير، احكي لنا عن اللقاء بتاع النهارده. كنت مبسوطه جدا يعني الحمد لله، وفرحت جدا لما الوزير كرمنا، واحب اشكره طبعا. لو الوزير سمعك دلوقتي ايه الكلمه اللي انت ممكن توجهها له؟ احب اشكره جدا على التكريم، ويعني ايه رايك في نظام التعليم الجديد؟ نظام كويس، معتمد على الفهم اكتر من الحفظ، والميزه فيه ان هو بيدي فرصه للتفكير اكتر، فهو نظام كويس، محتاج مجهود ومحتاج تعب، محتاج مذاكره، بس هو نظام حلو. قلتي انك عايزه تدخلي طب مانشستر، اشمعنى طب مانشستر؟ كانت بالنسبه لي كفكره، يعني فكره لطيفه وحبيتها وعجباني، يعني ان شاء الله يعني ربنا يسهل. رساله توجهيها لكل طالب داخل على الثانويه العامه. احب اقول لهم انهم يعملوا تعليم ويسلموا لله سبحانه وتعالى، وان شاء الله ربنا يكرمهم، بس هم ما يكونوش عارفين وما يتخذوش السنه دي انها يعني خلاص سنه مصيريه واخر حاجه في عمرها، هي بس مجرد سنه صعبه شويه. سحر والدة أميمة، ألف ألف مبروك. عايزينك تكلمينا عن إحساسك أول ما سمعتي الخبر. الحمد لله الحمد لله، فرحة كبيرة مش قادرة أوصفها لحد الآن. كنت متوقعة إن أميمة تطلع من الأوائل؟ أتمنى لها إنها تكون من الأوائل. أنا يعني أنا عارفة إن هي تكون من الأوائل، بس كنت أتمناها من الله وربنا كرمها. الخبر وصل لك إزاي؟ الخبر وصل لي ازاي؟ انا كنت راجعه من الخارج انا واخواتها، كنت راجعه من مشوار يعني انا واخواتها، ولقينا بابا فين، هي واقفه على السلم عامله كده. بس ما مش عارفه بقى يعني اللي حصل. احكي لنا كنت بتتعاملي ازاي مع اميمه، وخاصه ان فتره الثانويه العامه اي طالب بيبقى مشدود فيها. لا لا بقول لها هي سنه عاديه وهتبقى، لكن ما كانش في اي ضغوطات على المذاكره او لا لا لا. يعني حضرتك دكتورة ووالدها دكتور، ده ما كان له عامل في تكوين شخصية أميمة؟ هي قبل ما مشهورة وهي متوفقة دراسيا وأخلاقيا الحمد لله، مدرسينها كلهم معروفة في المدرسة، مدرسينها كلهم عارفينها، كل مشكلات وأخلاق، هي كانت تستحق التكوين ده. أميمة كبيرة؟ أخواتها قد إيه؟ احنا ان شاء الله. يعني عندك احمد داخل ثالثه؟ ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله من الاوائل. عندك امل ان هو يطلع من الاوائل باذن الله بعد اميمه؟ باذن الله ان شاء الله. رساله توجيهها النهارده لاميمه؟ ربنا يوفقك في ان شاء الله، دايما التفوق، دايما التفوق علمي وتفوق اخلاقي وتفوق ديني، الحمد لله ربنا يكرمها دايما يا رب. في مكافاه ناويه تقدمها لها؟ هي اللي هي هتقول عليها الجميل. ماشي.
ألف مبروك. ماشي، شكرا.